بالنسبة للمقادير ديال الطرطة ديالنا، كما كتشوفوا معنا هنايا عندي 4 بيضات هادو صغارين، يعني لو كانوا كبارين، لو عندكم كبارين الحجم كبير غير 3 بركة. هنايا عندي السكر الأسمر، سكر حبيبات عادي، كوكو، خميرة الحلوى وبيكربونات الصوديوم، القرفة، هنا عندي جعدة محكوكة، الطحين. غنحتاجو بطبيعة الحال الزيت والحليب. بالنسبة للمقادير ديال التورتة ديالنا، غادي تجبروها مكتوبين في صندوق الوصف إن شاء الله يا ربي. غنبداو نيشان طريقة التحضير ديالها. غادي نخلطو السوائل كاملين مع بعضياتهم، الزيت هنايا. عدلت البيضات ديالي وقبيصة ديال الملاح بطبيعة الحال لتعديل الذوق. غادي نضيفو هنايا السكر، وحتى سكر حبيبات. غنخلطو هادو مزيان مع بعضياتهم. غادي نجيبو هنايا الطحين ديالنا. بالنسبة للكوك غادي نحتفظو به باقي باش يدابا باقي شوية. غنعملو هنايا غير بيكربونات الصودا مع الخميرة والقرفة حتى هي. غادي نخلطو هاد النواشف مع بعضياتها. اللي مزيون صراحة في الطرطة البساطة ديالها، ما كنحتاجو لا طراب لا عجانة حتى شي حاجة، يعني غير الطراب اليدوي عادي واليدين ديالنا. بسم الله يا ربي. دابا ندوزو نخلطو مقادير السوائل مع بعضياتهم. هنايا ضروري غادي نحتاجو فاني، اللي عنده فانيليا سائلة يقدر يعدلها، واللي عنده تا فاني يعني سكر فاني تا هو يقدر يعدلو. نخلطوهم مزيان حتى كينسجمو مع بعضياتهم. نحسو بالسكر داب. هنايا ملي كنحسو بيهم يعني نسجمو جميع العناصر مع بعضياتهم، غادي ندوزو غادي نضيفو الدقيق ديالنا. غادي نضيفوه كامل يعني دفعة واحدة، وغادي نخلطو. صراحة المذاق ديال هاد الطرطة كيجي رائع رائع جدا. نصيحة اللي نقدر نعطيكم في التحضير ديالها بالنسبة للجزر ولا بالنسبة للجعدة، حنا ملي كنغسلوها ونقشروها يعني قبل ما كنحكوها، كنمسحوها مزيان من داك الماء مجافة عاد كنبداو نحكو الجعدة ديالنا. بالنسبة للناس اللي عندهم الزيت ديال الكوكو يقدروا يستعملوه، حتى هو كتجي صراحة كتجي عقدة اكثر، كتجي غزالة بالزيت ديال الكوكو. واللي ما متوفرلوش يقدر يعمل زيت المائدة بحال اللي عدلت انا. هنايا كيف ما كنشوفو نسجم الطحين ديالنا مع باقي الخليط. دابا غادي ندوزو نضيفو الجعدة. نخلطو الجعدة ديالنا مع
الخليط غير بالخلاط شويه بشويه حتى كينسجم كامل مع الخليط ديالنا. هذه الطرطه هذه يعني من الافضل توجدوها نهار قبل، حتى كل ما صراحه كتدخل فيها ديك الكريمه كتزيد كتشرب وكترجع غزاله، المذاق ديالها روعه صراحه روعه. دابا اللي باقي لنا هو الكوك، هو اللي كنضيفوه في اخر مرحله لان الكوك يعني كنعرفوه غادي ينشفنا الخليط ديالنا، داكشي غادي نضيفوه في الاخر. نخلطو الكوكو ديالنا من تجربوا الوصفة لأنها فعلا روعة في المذاق، يعني من نقول لكم مذاق مزيون يعني مزيون مزيون صراحة. أنا رجعت كنستغني عليهم كاملين، هذه رجعت عندي الأولانية طوب صراحة في القمة، نفضل هذه قبل أي طرطة أخرى. لأن كريمة ديالها مختلفة شويش يعني ما كتجيش حلوة بزاف، الناس اللي ما عندهمش مع الحلاوه حتى هي هذه تجي معاهم لان الكريمه ديالها فيها الجبن. دابا جربوها وتحكموا بنفسكم. هيدا نكونو خلطنا الخليط ديالنا كما شفتوا معانا، يعني 7 دقائق كانت الطرطه ديالنا واجده. دابا غير ندوزو نعملوها في الليمون نطيبوها وندوزو نوجدو الكريمه ديالنا. اول حاجه غادي نعملوها غادي نجيبو ليمون ديالنا، اكيد بلا ما نقول لكم بان الفرن خصو يكون ديجا مشعول يعني مسخن من قبل على درجه الحراره 180 درجه من تحت والفوق، وانتم معايا. بالنسبه لليمون هاد الكارطه هادي كتطيب ماشي يعني فول واحد، اذا كاين بحال هيدا 3 ما احسن، انا بالنسبه لي كنتوفر غير على جوج، يعني غادي نطيب وحده بوحده. غادي ندوزو اول حاجه غادي نخويو هاد الخليط هذا نقسموه على 3، وحده جوج والثالثه اللي غادي نعاودوها من بعد ان شاء الله في نفس هذا ملي نخويو هادي غادي نرجعوها ملي تطيب هنايا. كما قلت لكم غنحاولوا نقسموا الخليط ديالنا على 3، بهذه الطريقة هذه. ثانية انا صراحة كنعدل عيني ميزاني، تقدر تجي وحده كبيره على اخرى ماشي مشكله بالنسبه لي. الناس اللي كيعجبهم داك الشيء مضبوط يعملوا يعني يقيسوا يعبروا من الاول وغادي يجيو لهم عبر واحد. دابا غادي ندوزو نطيبو الطرطه ديالنا ولا الكيك ديال الطرطه ديالنا ونرجعو معاكم. هيدا غير باش كيتعاود الوجه ديالو وصافي. هذا هو الكيك ديالنا اللي خرجناه من الفران، دابا غادي نستناو يبرد واحد الشويش وغادي نزولوه من لاطا ديالو. وهيدا غادي نكملو 3 ديال لي جينواز ديالنا كاملين وندوزو دابا نحضرو الكريمه ديالنا. بالنسبه للكريمه هنايا غادي نحتاج 280 غرام ديال الزبده، الزبده ضروري تكون بدرجه حراره المطبخ. عندي هنايا 280 غرام ديال السكر كلاصي، عندي فاني
فاني ليسونس ديال الفاني. عندي هنايا 600 غرام ديال الجبن الابيض ولا الجبن الكريمي، عندي 200 غرام ديال القرقاع. هذه هي الكريمه ديالنا هذا النهار، ساهله. غادي ندوزو اول حاجه، غادي نخلطو الكريمه ديالنا مزيان، غادي نضيفو لها السكر. هنايا المهم نتوما معانا ما تمشيو ليا. دابا كيفما كتشوفوا معانا ملي خدمنا الزبده ديالنا، غادي نضيفو السينثيا ديال الفانيليا والسكر كلاصي ضروري تا هو نغربلوه عاديتك. دابا ملي ضفنا السكر غادي نرجعو نخلطو الخليط ديالنا مزيان حتى كينسجم السكر مع الزبده، وندوزو في الاخير نضيفو الجبن. دابا ندوزو نضيفو الجبن ديالنا ملي تخلط السكر مع الزبده، ندوزو نضيفو الجبن وغادي نخلطو حتى هو مزيان حتى كينسجم. كما قلت لكم هاد الكريمه ساهله ولذيذه. كنت كنقول انا في الاولى الزبده المذاق ديالها حتى الصراحه انا مكتعجبنيش الكريمه ديال الزبده ولا الكريمه السويسريه، ما كتعجبنيش. واخا هي كتجي مزيونه واقفه في الزواق وداكشي، ولكن المذاق ديالها انا ما يعني ماشي من العشاق ديالها، ولكن في الاخر خرجت صراحه مذاق روعه روعه روعه. المهم دابا غادي نخلط الجبن ديالي مع الزبده والسكر اللي عدلنا ونرجعو معكم. دابا اخر حاجه نكونو هرمشنا القرقاع ديالنا، وغادي نضيفو القرقاع الكريمه. نتوما عندكم ميزانكم، اذا جاكم 200 غرام بزاف تقدروا ما تعدلوش شي كامل وتخليو منه من الزواق. اذا كيعجبكم قرقاع زايد تعملوه كامل. وها الكريمه ديالنا واجده معانا، ساهله مهله. دابا غير ندوزو نمنطيو الطرطه ديالنا. واو كريمه حتى شنو نقول لكم، تشهطوا اليدين عليها الصراحه، لذيذه لذيذه صافي. ها هي كما كتشوفوا معنا القرقاع كامل في الكريمه ديالنا. اذا ها هي واجده، ندوزو نمنطيو الطرطه ديالنا. دابا غادي نجي وقتكم نمونطيو الطرطه ديالنا. اول حاجه غادي نعملو لنا شويه ديال الكريمه، ماشي تسخنا البسكوتو ديالنا. بسم الله كيكون هيدا. انا غادي نعدلو على هاي الطريقه. الناس اللي كتبغي يعني الطرطه ديالها كتجي لها هي صراحه كيجي المهم فازك شويه، وانا كنفضل يكون مص يعني اكثر فازك اكثر. لذلك غادي نزيد نعمل له شويه ديال السيرو نسقيه زعما، وعادي تك نعمل له كريمه. دابا كما قلت لكم انا غنسقيها شويه الطرطه الكيكه ديالي ولا الجينواز. هذا ماشي جينواز صراحه، هذا واحد الكيك روعه روعه. انا نحمقكم اليوم غير بروعه لان فعلا روعه. كيحمق. غادي نسقيها وندوز نعملو هذيك، غير زعما غير شي حاجه خفيفه. مع ديك كتعجبكم فازكه بزاف تقدروا تزيدوا لها بزاف. دابا غادي ندوزو غادي نعملو الكريمه ديالنا. بالنسبه للكريمه نتوما تبغيو الطبقه واش تكون رقيقه اولا غليظه، المهم على الذوق ديالكم. هي صراحه المذاق ديالها مزيون، يعني كيف ما عملتوها كيجي المذاق باين. المونتاج ديالها حتى هو صراحه ساهل، ما فيه حتى شي تعقيدات حتى شي حاجه. غادي نعوضوا لا كريمه هيدا، انا ملسو بحال اللي كيملس بنايا، غنملسو حتى حنايا هيدا الطرطه ديالنا. بهذه الطريقه هذه صافي. وغادي نجيبو الكابه الثانيه اولا الكيكه الثانيه، وغادي نعملوها بحال اللي عدلنا الاولانيه بحال هيدا. غادي نسقيوها عاوتاني حتى هي شويش، وغادي نكملو كامله بنفس الطريقه هذه. والكريمه المتبقيه غادي ندهنو الطرطه ديالنا كامله بهاد الكريمه من الحواشي ومن الفوقي على وجهها. والزواق كيبقى اختياري، نورمالمون هي كتزواقي بالقرقاع
كنهرمشوه وكنزوقوها به. واذا عندكم شي حاجه شي زواقي اخر المهم كيبقى على حسب الذوق نتوما كتفنوا. هذه هي الطرطه ديالي، هذه هي الطرطه خلفتها كامله كيفما كتشوفوا معايا بالكريمه، سهله كيفما كتشوفوا يعني ما كتدي حتى شي حاجه الوقت بزاف. دابا غادي يعني كعمليه اختياريه في الاخير نرش عليها شويه ديال القرقع. هذه هي الطرطه ديالنا كيفما كتشوفوا من الجنب كتجي بهذه الطريقه هذه. المهم هذه العمليه كتبقى اختياريه. نتمنى الفيديو ديالنا هذا النهار يعجبكم، تطبقوه وتخليولي لي كومونتير كيفاش جاتكم الطرطه ديالنا هذا النهار. ان شاء الله يا ربي نتلاقاو في فيديو قادم في امان الله، ومع السلامه.